مش عايز اقول القادم احسن، احنا في مرحله محبطه شويه، لكن نتمنى يكون القادم احسن. كل حاجه بتكون بايد الموجودين، اللعيبه الموجوده في الملعب، الاداره، الجهاز الفني، هم يتضافروا احنا وراهم. لو اللعيبه اظهرت حاجه رغبه في ان هم يظهروا شيء مختلف، يعني احنا هنكون في ظهرهم. لكن يعني وقت بتقول ايه، وقت الدلع خلص بقى، احنا يعني دعمنا بما فيه الكفايه، ولا انت مش موافقين؟ انا شايف ان يعني الجمهور دعا بما فيه الكفايه، وكان من احد اسباب برضو في بعض الفترات دلعوا اللعيبه او التشجيع الزائد عن اللزوم. كان بيبقى لازم يبقى فيه وقفه، او لازم يبقى فيه حد بيتحط دايما ما بينك وما بين اللعيب في وقت الاخفاقات. ما ينفعش مع كل اخفاق ومع كل نتائج متراجعه والفرقه خلال السنه من بعد ما كسبنا الدوري تقريبا، واحنا في بعض التعثرات الكتيره كنا بنشوف دايما مفيش اي لوم بيتوجه للعيبه. اي لعيب لعب ماتش كويس او ماتشين كويسين، في تمجيد مبالغ فيه جدا من اللعيبه. بقت اللعيبه وصل لها ان هي يعني مش وصل لها غضب الجمهور، مش وصل لها الحزن او السلبيه اللي احنا فيه والوضع المؤسف اللي احنا فيه. قصدك الفوز ينسب ليهم، ان نسيبه ليهم والخساره نبعد عنهم، قصدك كده؟ من نوع الى حد ما يعني لحد ما المشكله النهارده خسرت. النهارده انا بشوفها مش خساره 3 نقط بس للاسف، خساره ليها تبعات كتيره جدا. احنا النهارده اول مره نخسر من فريق مغربي في مصر، طبعا مع كامل احترامنا للنادي الوداد والفرق المغربيه، ولكن احنا لينا عالي يعني. احنا لينا اسم، يعني اسم كبير جدا في افريقيا، ولينا يعني كعب عالي كمان على الفرق المغربيه، ولينا كمان ارقام ممتازه على ملعبنا في افريقيا. احنا للسنه الثانيه على التوالي بنخسر على ملعبنا من فريق عربي منافس. طبعا انت عارف الحساسيه ما بيننا وبين الفرق العربيه، السنه اللي فاتت كانت من الترجي اللي انت كنت لسه البطوله اللي قبلها كسبانه مرتين ومتعادل معاه ولا خسران منه مباراه وتاهلت وخدت منه سوبر، خسرنا رايح جاي السنه اللي فاتت. السنه دي مع نسخه انا بشوفها من اقل النسخ نادي الوداد، نادي الوداد شفنا له نسخ وشفنا له لعيبه اقوى من كده بكتير. مش دي النسخه اللي تكسبنا رايح جاي وما نقدرش نسجل فيها غير هدف واحد في ماتشين. بشوف ان تراجع حتى ان الفرق دلوقتي بدات تتجرأ على الزمالك. بترو اتلتيكو احنا شفناه في الماتش الاولاني، صحيح احنا ضيعنا كتير، ولكن الفرق بتنقل وبتهاجم، وفي هبه، في هبه للفرق الكبيره دايما بتتلعب، بتبقى على ملاعبها او في ماتشات في المباريات القاريه. انا بشوف ان هي بدات تتراجع تاني مع الزمالك بعد ما كنا من فتره من 2014 ل 2019 لحد ما خدنا الكونفدراليه، كنا بدانا الموضوع ده بدا يتحسن وبدا يزيد تاني. لا، بدانا تاني نرجع لورا. الزمالك يتاكل في طبعا في هذه بدا شوية. الفرق دلوقتي بدات ان هي تتجرأ علينا في القاهره، وان هي تكسب، وان هي تلعب عادي، ان عادي ان هي تهاجم الزمالك وتسجل جون واثنين وثلاثه. انا بشوف ان دلوقتي جه الوقت المناسب لتكرار تجربه 2014 2015 وتصفيه الفريق الحالي.